اهلا وسهلا بكل مشاهدين تي في 17 وبالاخص ببرنامج حديثك على الهواء. حلقه جديده انطلقت معكم مشاهدينا مع ضيفي لليوم الاستاذ جورج سعدي. الاستاذ جورج سعدي نقابي مخضرم وقيادي بالتيار النقابي المستقل واحد مؤسسي جبهه قوى التغيير النقابيه. اهلا وسهلا فيك استاذ معنا. اهلا فيك. يعني خلينا نبلش بحديثنا ونقول ان للاسف الفساد موجود بكل القطاعات وكمان القطاع التربوي لحقوا الفساد. هو الفساد نخر كل شيء. صحيح. وغير انه نخر كل شيء الاضاءة عليه لازم نرجع شوي تاريخيا تنقول من اول من اضاء على هذا الفساد. اضاءنا على الفساد بتحرك هيئة التنسيق النقابي. هي اول من ضوت على الموضوع. فساد. اكثر رحنا على مكامن الفساد. على البور. على المطار، على الدوائر العقارية، على دوائر الميكانيك إلى آخره. ضوينا بالأرقام، ضوينا على حجم الفساد المتعشش بكل دوائر الدولة، بينا قديش هيدي البنية المتعفنة فقدت إمكانية استمرارها عندما كان الناس بعدهم عم بينظروا لهالسلطة إن سلطة عم تبني. بالوقت يلي صح كانت مش كلهم تغيرت نظرتهم تجاهها. بالوقت يلي كانت هيدي السلطة الفساد أوننته شرعته. من هنيك لازم ننطلق تنفهم نحن هلأ وين، تنعطي الحق لهيئة التنسيق النقابي وللحقيقة تنعطي تحية، تنودي تحية لقائد كبير كان هو قائد هالهيئة بالفعل مع مجموعة من الأساتذة. هو كان قائد الهيئة الأستاذ حنا غريب. للحقيقة وقتها بلشت الرحلة، وقتها بلشت القوى السياسية تفضح، كل قوة تفضح القوة الأخرى عند الاختلاف على المحاصصة وعلى تقاسم حصص الفساد وتقاسم حصص التوظيف المذهبي والتوظيف الانتخابي والتوظيف الفئوي. هلأ هني فضحوا بعضهم بس أنه ما وصلنا لنتيجة. ما وصلنا لنتيجة لأنه بكل أسف نحن بنظام مذهبي متعفن. هذا النظام المذهبي المتعفن يلي جذوره ممتدة بكل المجتمع، حيث انه المجتمع نقطة الضعف فيه هي المذهبية. يعني بتشوف المواطن عم بيئن من الجوع والتعب، ابنه مش عم بيقدر يحصل على حليب، صح، مش عم بيقدر يروح على يستشفي، بخاف لانه ما معهش مصاري وما في تخت، حتى ما في تخت وما في معه مصاري. اذا في مستشفى ما في مصاري، صح. إيه بينام على وجعه تبع الاخر يقتله وجعه او يقعده. إيه وما بينطف ضد من سبب هذا الفساد وخليه بهذا الواقع بكل ليه؟ اسف ليه بيسكت على وجعه وما بينطف ضد؟ لانه المذهبيه هي مخدر. بس في ولاده بدأ في حياته، يعني افيون، اذا بدك افيون حقيقي. ولاده بكل اسف بينسى، بيطلع عليهم جوعانين مثلا وبكون عم يتذكر بينسى. انا هلا بقلك بقى بكل بساطه، دعي الناس يحتجوا ضد كل هالقهر اللي عم بيعانوه والحق التاريخي. طبعا بدي ارجع اقول 17 تشرين كانت محطه تاريخ اللبناني الحديث والتاريخ القديم للبنان سيذكرها، لأن هذه محطة انطلاق حول تغيير حقيقي. هلأ بيقولوا لك أنه وقفت عند حدود، بقول لك لا، بقول لك في عدة عوامل وقفت، يعني استوقفتها بمكان، لكن ستستمر. كيف رح تستمر إذا مش بالطرقات؟ ستستمر بالطرقات وبغير الطرقات، لأنه هيدي الثورة، أو خلينا نسميها انتفاضة لأن الثورة كان لازم تكون أبعاد أكثر. هالانتفاضة هيدي فاتت على كل بيت وبكل البيوت هلأ
بيكنوا العطف لهذه الثورة لهالانتفاضة، بيتحينوا الفرصة لينتفضوا بكل الأشكال الممكنة، بكل الأشكال الممكنة. يمكن الانتفاضة تكون بأنهم يعلقوا علم أسود، بيوم من الأيام نطلب من الناس حطوا علم أسود أو أي شيء في سوداء على البرندة عندكم، هي انتفاضة، انتفاضة سلمية يعني. نحن ما ممكن يكون أنه مثلا كل واحد ينزل قدام بيته بالشارع، ينزل الناس بالشارع، لأنه يمكن هلأ وسائل النقل والانتقال صارت تتكلف أنك تيجي من مناطق بعيدة مع غلى البنزين، مع غلى البنزين صار بدك تبدعي أفكار جديدة. هالأفكار هيدي تعبر عن انتفاضة الناس وقلق الناس ووجع الناس. هيدي الانتفاضة حاضرة عند بذهن الناس، بدنا نحركها، بدنا نحركها. لذلك انتفاضة 17 تشرين هي بداية لرحلة، لأنه في كتير ثورات. الثورة الفرنسية ظلت شيء عشرات السنوات، صح، مش سنة، توصلت ل أسست لفرنسا الحقيقية، فرنسا العلمانية، وطلعت من عصور الوسطى، عصور الجهل بالتخلف الديني. للأسف نحن بعدنا بالشرق مش عم نقدر نطلع من التخلف المذهبي حس من الصعب أنه نطلع منه، والواقع الديني. للأسف الدين هو لازم يكون لخير الناس، صح، عم بيفرقهم، لازم يكون قيم إنسانية كبيرة. للأسف عم يستخدموه بالسياسي ليبعدوا الناس عن بعض، لا يخدروا الناس ضد جوعهم. هيدي مشكلة. الدين مش هيك نشأ. الدين كان انتفاضة على القهر والجوع والفقر والتخلف. للأسف القوى السياسية الحاكمة بكل المشرق العربي وبأوروبا قبل الثورات، قبل الثورة الفرنسية والثورات اللي تبعتها، كان دوره لتخلف الناس وقهرهم واستتباعهم وتدجينهم، ونجحوا بهالموضوع، نجحوا لحدود بأوروبا، هون بعدهم عم بينجحوا. علينا أن ننتفض ونتخلص من هذا، من هذا الاستتباع، إذا بدك تقولي الغرائزي، يعني عم بيضربوا دور العقل لتحريك الغرائز عند الناس. لأنه إذا تحرك العقل بده يشوف الوجع والقهر، مظبوط، ساعتها بينسوا هيدوك، ساعتها بصير في انتفاضة حقيقية. الغريزي أوقات بتنسى الوجع وبتروح لمحل، إن يعني محل أبعد محل بينسى وجع الواحد وينساق. كيف فينا ننمي هالغريزة نرجع عند العالم؟ بالوعي، بالنضال والوعي، لأنه الوعي السياسي والاجتماعي، الوعي الاقتصادي، وعي الحقوق، الوعي للدفاع عن الكرامة بغير بيرجع هذا، بينقل هذا الإنسان من الغريزة للعقل، وهنيك بتبلش رحلة استمرار الانتفاضة عند كل الناس. الانتفاضة ضد كل شيء في قهر واستتباع. بنوصل معقول لهالمرحلة؟ أنا بعتقد أنه حركة التاريخ خبرتنا أنه حركة التاريخ ما بترجع الخلف، قد تتأرجح وقد تقف عند مكان، ولكن ستستمر حركة التاريخ، دائما ستستمر باتجاه خير الناس، باتجاه، لأن القهر والاستتباع جولي، إنما الحقوق والكرامة والتطور هو جولات وانتصارات. صحيح. خلينا نرجع لواقعنا. صح. خلينا نحكي شوي عن التربية وعن تأكل 95% من راتب الأستاذ الثانوي، فشو بقى له بقى الأستاذ؟ سيدتي العزيزة، نحن بدنا شوي نأسس لهذا الواقع، نرجع شوي هيك تحط أساس ونوصل لهالواقع المأزوم الكبير للناس، مش بس
المعاش في أمور اجتماعية كارثة. سيدتي حركة الأساتذة مع هيئة التنسيق النقابية وقبل هيئة التنسيق النقابية، هيئة التنسيق النقابية أسست على تراث نضالي كبير للأساتذة، كان يتمتع بنضالية متقدمة واستقلالية كبيرة، كان الغلبة فيها للحقوق والكرامة، والغلبة فيها كان للمنهجية النقابية المستقلة المتحررة من التبعية السياسية والوصاية السياسية. هي كانت. كانت. لذلك انتزعنا حقوق ومكتسبات عبر التاريخ بيعرفوها الأساتذة. ونذكر منها، نذكر منها محطة أساسية وكبيرة لما باريس 3 كانت جايبة مقررات لضرب دولة الرعاية الاجتماعية سنة 2005. هالمنهجية النقابية المستقلة نجحت بأن تنزل على الشارع ب 250 ألف متظاهر بعشرة أيار وتمنع تطبيق مقررات باريس 3 يلي كان بدها تضرب كل التقديمات الاجتماعية والصحية ونهاية الخدمة وتضرب ملاك التعليم وتحوله إلى تعاقد وظيفي وتخصص كل شيء وتترك المواطن مزلط بلا ولاش مزلط لا يملك أي ضمانة تحمي لا صحيا ولا اجتماعيا ولا تربويا ولا معيشيا. نجحنا بمنع هذه المقررات. هذه محطة كبيرة. الأساتذة بيعرفوا. إذا رجعنا للأساتذة شو صار بمعاشاتهم؟ معاشاتهم سنة 96 عملوا سلسلة رتب ورواتب ضربوا لهم للأساتذة حق من سنة 1966 قانون يعني مقاولة 53 على 66 كان له حق ياخذ 60% بدل عمل. اجوا ضربوا له اياه بهالسلسلة. وقت اولى هالتوجه النقابي المستقل للثقة سنة 98 وتحركت هالحركة وجابت للأساتذة بنضالات مريرة سنة 99 بوجه قوى الأمر الواقع الداخلية والمفروضة على الواقع اللبناني وانتزعوا 6 درجات للأساتذة. وهلا بيفهموا شو عم نحكي 6 درجات. رجعوا كفى هذا المنهج بمنهجيته وكفى استرجاع 60% والحق المهدور سنة 96 سنة 2010 وجابوا 4.5 درجات واسترجعوا هذا الحق بمنهجيتهم المستقلة. نضلوا وجمعوا كل مكونات التربية بلبنان بالخاص والرسمي وجمعوا كل جهاز الإدارة العامة بما يسمى هيئة التنسيق النقابية وناضل ضد السلطة ونزل على الأرض. بلش التحرك بعدد من الأساتذة قليل وصفى كرة ثلج تكبر. توصلنا بإيار 2014 لا مظاهرة بمئة ألف تلت الشوارع. الناس وثقت بهذا المنهج المستقل يلي كان نصب عينه فقط حقوق الناس وكراماتهم، كان نصب عينه محاربة الفساد وتثبيت منهج الدولة الديمقراطية النظيفة يلي فيها حرية رأي، يلي بتحترم الرأي الآخر، يلي بتقاف عند طلب الناس ووجع الناس. هيدي هيئة التنسيق النقابية اجت تتحل محل منهج انضرب بأواسط التسعينات لما انضرب الاتحاد العمالي العام يلي كان رأس حربي وصفى مدجن ولتاريخه لازال مدجن، يعني بينزل
بقرار سياسي ينزلوا على الشارع، بينزلوا كم واحد بيقطع، ما في قرار، ما حدا بينزل، بيرجعوا بعد نص ساعة، وأوقات بياخدوا قرار قبل بليل من التحرك بيطلعوا، لأنه بيكون عم بيكون قرار سياسي له غاية سياسية معينة، له في أو موقف تصفية حسابات بين القوى السياسية بالسلطة داخل هذا الاتحاد. كبر وصل لهون، السلطة خافت من هيئة التنسيق النقابية، قضت عليه، قلت لك بدي أسس تنوصل لمحل ما وصلنا هلا، انقضت عليه وأخذت قرار إن توحد كل أحزاب السلطة اللدودين، اللدودين لأنه ما بيتفقوا، بتعرفي ولا شيء، ولا شيء إلا على المحاصصة وتقاسم محاصصة الفساد. صحيح. وبس يختلفوا هنيك بتشوفي بلش الشتم وبينزلوا على الشارع، بتقولي بقى ترجع الحرب الأهلية، بتشوفها فجأة، ما بنعرف كيف فجأة بتطلعي بتشوفي انه يه اتفقوا، بعد يومين بروح بيتحالفوا او بالنقابات او بالسياسة بالانتخابات النيابية، بتقولي بارح كانوا بيعملوا حرب أهلية، هو رح يعملوا حرب أهلية اليوم، كيف اتفقوا؟ اذا هيدي سلطة مذهبية، انا برأيي عبر الزمن من الاستقلال لليوم تأسست على المذهبية، هيدا الأساس باطل، لن يبني بلد، هيدا بيبني مزارع، وللأسف هاي المزارع وصلت هلأ لا لا للخط النهائي، وصلت لأزمتها النهائية، وصلت إنها مؤسسي مزارع مذهبية كانت تختلف بالسابق كل 10-15 سنة، هلأ عم تختلف كل يوم. صحيح. كل دقيقة كل ساعة بطل في إمكانية لاستمرار هذا النظام وهذه المنظومة، صار من الصعب نرجع أو نلغيها أو نخفف منها، صار بدك الحل، الحل استئصال هذه المنظومة من أساسها، وبناء منظومة قائمة على العلمنة ومساواة الناس والمحاسبة وقضاء حر. معقول نوصل لهون؟ ايه اذا الناس تحركت. نحن استبشرنا بانتفاضة 17 تشرين بس وقفت بمحل معين، وقفت ستستمر، لانه انت فيك يمكن عطوكي ابرة برنج بمكان ما او مورفين وقف لك وجعك، رح يرجع الوجع، بس يرجع الوجع بيتصرخي. بس هلا عنا اكتر وجع، يعني كبر الوجع، للعالم ما عم تنزل، كبر الوجع. ايه مزبوط، كبر الوجع، لانه كان دولار 1500 كانت الناس قادره تعيش، هلا الدولار صار 33000 وعم بيلعب يعني. ايه هلا نحن علينا ان نستمر في التحرك، في حس الناس على الحركه، استحداث وسائل نضاليه جديده يتحرك فيها الناس، تكون عم بتأمن للناس ظروف تحركهم. حكينا عن النقل صار صعب، ما عادش فيك تجيبي من كل لبنان تتعاملي مليونين إنسان بالشارع نازلين، هلا لا بدك تشوفي كيف تعملي تحركك. فعليه إذا رجعنا نحن لواقعنا، نقضوا على واقعنا الشباب بخريف 2014 وحطوا إيدهم على هيئة التنسيق النقابية بكملها تي يوقفوا هالكرة الثلج يلي بدها تبني حركة نقابية مستقلة. إيه؟ وضربوا ضربوا ضربوا كل المكتسبات والحقوق، وصلوا لضرب الكرامات، لأنه أنت بتعرف هذه السلطة حتى إيدها على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، عم بتشوفي المشاكل، أنه إذا حدا بده يأخذ قرار مستقل للدفاع عن حق من حقوق الناس تنقض عليه جهات سياسية من هنا وهناك وتمنعه، وبيطلع أنه للأسف أنه في الصدى داخل السلطة القضائية، مع احترامنا لأصب كبير من هالقضاة ونادي القضاة تحديدا، إيه السلطة الإعلامية باستثناء بعض المحطات الإعلامية المتحررة من الوصاية السياسية، لأن سلطة المال للأسف تحتوي قسم كبير من السلطة الإعلامية قدام كلها، ودي كان باقي فيه السلطة النقابية. السلطة النقابية إيه حطوا إيدهم عليها بخريف 2014، اطمنوا الشباب إيه ورجعوا
يطحنوا من جديد الناس، تيدا جنون للناس. وصلوا ل هلا راحوا على صدر واحد، بصدر واحد هو استنساخ لمقررات بريستاتي. خليني أطشك ونحكي عن هذا الموضوع لما نروح مع فاصل صغير ونرجع.